أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه النعمة أحبتي في الله التي ذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالجوائز التي تكون لمن يجلس في هذه المجالس، فقال عليه الصلاة والسلام: أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث حتى نستحضر الأجور، لأنه لا أجر لمن لا حسبة له. الذي لا يحتسب هذه الأجور قد لا يأخذ الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة، اللهم أنزل السكينة علينا، وغشيتهم الرحمة، اللهم اجعل الرحمة تغشانا، وحفتهم الملائكة. كما نعلم أحبتي في الله أن في الطرقات ملائكة يتنادون إذا رأوا مجلس علم ومجلس إيمان، يأتوا إلى هذا المجلس فيحفون المجلس إلى عنان السماء ويقولون، ينادون بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. يصير ينادوا الملائكة: هلموا إلى حاجتكم، هذه حاجتكم. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون لا يشربون، خلقوا من نور، يقولوا هذه حاجتهم. طب كيف أنا وأنت؟ أليست هذه المجالس حاجتنا؟ لازم نوصل يا إخواني في الله إلى مرحلة، إلى مستوى تصبح مجالس الإيمان عندي حاجة. شو يعني حاجة؟ مثل شو بحياتنا حاجة؟ طعام حاجة، شراب حاجة، النوم حاجة، اللهو واللعب وتغيير الجو حاجة، العزابة الزواج حاجة، والمسكن حاجة، والمركب حاجة، ومجلس الإيمان عند الفضاوي يا شيخ، وإن شاء الله على التيسير بس تكون ميسرة. هذا لا بأس به، كلنا نتدرج في الإيمان، ولكن لابد أن أضع أمامي هدف، أن أضع أمامي رؤية أريد أن أصل إليها. تصبح مجالس الإيمان عندي حاجة. شو علامة هذا الأمر؟ شو علامة أنه مجلس الإيمان يصير عندك حاجة؟ أن أصبح إذا غبت عن مجلس إيمان يومي أشعر بضيق. كيف الطعام عندي حاجة؟ إذا ما أكلت أشعر بجوع، إذا ما نمت أشعر بتعب، إذا ما شربت أشعر بعطش، إذا ما عندي مسكن أشعر بضيق، وين مسكن الذي أسكن فيه؟ إذا ما عندي مركب أشعر بضيق، وإذا ما عندي مجلس إيمان أشعر بضيق، أشعر بضيق. فأصبح أقدمه على أي أمر. بل إخواني في الله، إذا أردتم الحقيقة ولب الحقيقة، تصبح هذه المجالس وجهد الدين والتقديم للدين والتفريغ للدين مش حاجة، عندي مقصد. والمقصد يا إخواني في الله أهم من الحاجة. كيف يعني؟ قال: إذا كان الواحد بقطار وهذا القطار ماشي فيه، فوقف بمحطة، فعنده حاجة، جائع نزل يشتري شيء، أعزكم الله ودي فتح الخلاء نزل يقضي الحاجة، وسمع أن القطار بده يمشي، شو بيعمل؟ بضله بقول لك بصبر على جوعي، أو بصبر على ما في معدتي، أو أصبر على أي شيء، هم وصل للمقصد ولا بروح على أي المقصد؟ بيرجع بيطلع بالقطار وبيصبر ليوصل لمقصده. قال: الأصل أن مجالس الإيمان والجهد للدين وتفريغ الأوقات للدين أن تصبح عندنا مقصد أهم من الحاجة. كنا نرى بعض العلماء الصالحين الذين يعني شهد لهم بالتقوى والورع في الدين، رأيناهم في أكثر من مكان في العالم، والله أحيانا يأتي من عمله من شغله وقت زي هالأوقات، وقت المغرب والعشاء والتفريغ للدين، نهار قصير، فهل بيتعرض عنده روح البيت وأكل وأشرب وريح، ولا أجي على المسجد؟ يقول لك: لا، قدم، هذا أهم، بعدين أؤخر. فالله جل جلاله يبارك له في حياته. صار عندي الدين أعلى مطالبي، أعلى ما أريد، مقصد وجودي كيف أرضي الله جل جلاله. هذا يا إخواني في الله
لابد أن يصبح عندنا، يعني لو الآن يمكن أنا كمان نفس الأمر كلنا هيك، ولكن أضع أمامي هذا الهدف، أضع أمامي هذه الرؤية، أن يصبح الدين عندي شو؟ مقصد. ماشي؟ هلأ بدنا يا مش مقصد، هلأ رقم واحد بدنا يصير حاجة، بدنا نصير حاجتنا لإله مثل حاجة الطعام والشراب والمال، لا قدام مستوى عالي بيصير مقصد. الله أسأل الله تعالى يوفقنا وياكم أن نصل إلى ذلك. وهذا يا إخواني في الله طبعا ما بيصير إلا بكثرة الدعاء والطلب وصحبة أهل الإيمان وصحبة أهل الدين وصحبة الذين يفرغون ويقدمون للدين، وعندما أراهم بعيني وعندما أرى تضحيتهم وجهدهم وتفريغهم وتقديمهم يصبح عندي الرغبة لأن أقدم مثل تقديمهم وأضحي مثل تضحيتهم، فالله جل جلاله يوصلني لهذا المستوى. من هذه الأسباب كذلك حبتي في الله سماع قصص الأنبياء، لأن الأنبياء يا إخواني في الله هم أكثر أناس اتخذوا الدين مقصد الحياة، الدين وجهد الدين عندهم مقصد الحياة، فأنا بس أسمع قصص هؤلاء الناس فيصبح عندي شيء في شيء التشبه بهم. من أعالي هؤلاء الناس وأعظمهم ومن أعظمهم عند الله جل جلاله وأكثرهم تضحية وقدرا عند الله جل جلاله من هؤلاء سيدنا موسى عليه السلام. وكما نعيد ونكرر دائما، موسى عليه السلام هو من أكثر الأنبياء، بل هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم، أكثر نبي مذكور في القرآن الكريم. وقصة موسى عليه السلام على غير باقي القصص، قصة يوسف عليه السلام على سبيل المثال محصورة كلها في قصة واحدة مذكورة في سورة كاملة اسمها سورة يوسف. موسى عليه السلام قصته مقسمة في القرآن الكريم، وهذا لأنها كبيرة وفيها عدة جوانب ما جمعت في سورة واحدة، ولكنها قسمت من سورة إلى سورة، بتكون بالأعراف، بتصير بطاها، بتصير بغافر، بتصير بالشعراء، بتصير بالقصص، بتتنقل من قصة إلى قصة من جانب إلى جانب. لذلك من يريد أن يتتبع قصة موسى عليه السلام بالترتيب الزمني فيحتاج إلى أن يجمع كل المقاطع التي ذكرت فيها قصة موسى عليه السلام في عدة سور في القرآن الكريم ويضعها بترتيب زمني حتى يعلم كيف كانت حياة موسى عليه السلام. وفي كل مجلس من هذه المجالس نقف عند موقف من حياة موسى عليه السلام، عشان هيك قصة موسى عليه السلام أكثر نبي أخذ معنا وقت، يمكن صرنا شيء 7-8 مجالس نتكلم عنه، يمكن بدنا بعد كمان نفس الأمر حتى ننهي قصة موسى عليه السلام. وهذا حبتي في الله ليس عبثا، وهذا لحكمة يريدها الله جل جلاله. قال العلماء لأن أقرب أمة لأمة بني إسرائيل أمة موسى هي هذه الأمة، حتى الله تعالى قال في القرآن الكريم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يعني بتلاقي هذه الأمة عندها شوية أحيانا أسئلة واستفسارات واعتراضات كما كان عند بني إسرائيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل موسى من قبل، نفس الأسئلة التي سألها الصحابة أو الناس أو تسألها الأمة في هذا الزمان للدين في ذلك الزمان للنبي وهلأ للدين وأهل الدين، نفس الأسئلة التي سألها بنو إسرائيل لموسى عليه السلام. هذا القسم الثاني من حياة موسى عليه السلام. لأنه يا إخواني في الله قصة موسى عليه السلام قسمين، قسم ما قبل هلاك فرعون وقسم ما بعد هلاك فرعون. ما بعد هلاك فرعون في يعني حياة طويلة عاشها سيدنا موسى مع بني إسرائيل وشو عملوا فيه وكيف عذبوه وكيف يعني لم يسمعوا كلامه وارتدوا إلى غير ذلك، إن شاء الله سنمر عليها. وما قبل كذلك هلاك فرعون كذلك في عنا عدة وقفات. وصلنا أظن في المرة الماضية إلى اللقاء الذي حدث بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون في يوم الزينة، وقلنا أن السحرة الذين جاء بهم فرعون آمنوا برب هارون وموسى وخروا سجدة جميعا، مع أنهم كانوا ناطرين المال والهدايا من فرعون، ولكنهم عندما رأوا الحق خروا سجدا لله. ويا أخواني في الله لازم نعرف مسألة مهمة، شو يعني كلمة كافر؟ الكافر هو الساتر، كفر من الستر. لما سمي الكافر كافر؟ لأنه ستر الفطرة التي فطره الله عليها. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كل كفار الأرض اليوم عندهم فطرة ولكنهم غطوها. واحد غطاها بالكبر اللي عنده ما بده، واحد غطاها بالهوى ما بناسبني أنا بدي أقعد أتبع تعاليم الإسلام
وهون وقف وهون امشي وهون ممنوع، مالي بده يكون مدروس ونظري مدروس وسمعي مدروس وفكري مدروس ومنظري من برا ومن جوا كله مدروس، ما بيمشي الحال معي. لذلك قال الله تعالى عنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هني من جوا متيقنين أن هذا هو الحق، الفطرة الإسلام اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. جحدوا بها يعني كفروا بها، يعني غطوها. أحيانا يوجد قوة إيمان تخرق هذا الساتر فتصل للقلب فتلامس القلب فتتحرك الفطرة فيخر الإنسان ساجد يبكي يؤمن بالله عز وجل. هذه قوة شو؟ قوة الدعوة. عشان هيك واللي خرج في سبيل الله مرارا أو اشتغل في الدعوة إلى الله بلامس هذا الأمر. بروح عند واحد امبارح، مين كان امبارح بالجولة اللي جابوا فيها الشباب الناس عم يشربوا؟ مش هون الشباب. امبارح سبحان الله، الله تعالى أكرم الشباب، بعد العشاء نزلنا على مسجد البزري، كانوا جماعة خارج تحت ما شاء الله، اجتمعوا تقريبا شي 50 شاب وتقسموا جولات في كل صيدة، يعني معذرة إلى ربكم، ناس كلها سواء عم تفكر كيف تشهد للمعاصي وتروح للمعاصي. وقلنا لهم يا شباب بسم الله أقل قليل، إذا سئلنا يوم القيامة نقول يا رب تحركنا لدينك أدمى فينا. فسبحان الله دقوا لي الشباب قلنا على أساس يرجعوا الساعة 11 المسجد، قال الحج قال لي شيخ الشباب جايبين معهم 4-5 شباب شربانين بالدنيا تيجي على المسجد ضروري. فجينا سبحان الله على المسجد، فقالوا لي الشباب شيخ والله شيء عجيب، قلت لهم شو؟ قالوا واقفين الشباب على الكورنيش. وعادي احنا وصلنا 3 جولات على الكورنيش، جوله على ملعب بلدي على السيارات اللي بتوقف هناك، وجوله بعد ملعب بلدي، وجوله اخر الكورنيش. فماشيين الشباب على الكورنيش فبتلاقوا فيهم وقفوا بيسلموا عليهم بيحكوا معهم، بقول لي ما تكلمنا مبظن اخذ كلام 10 دقائق ربع ساعه، واحد من اللي كان عم يشربوا صار ياخذ الاناني من الشباب، ياخذ الاناني ويرمي ويسب الخمر ويكسرهم ويكسر ويرمي ويصرخ ويبكي. الله أكبر، ما في 10 دقائق. هذا اللي خلاه يروح للمعصية ضعف إيمانه، غطى الفطرة اللي عنده فراح لشرب الخمور. جاءت قوة الدعوة إلى الله، جاءت قوة الإيمان، خرقت هذا الساتر، لامست حقيقة القلب، شعر بلذة الإيمان، ف يعني ترك كل هذا الساتر الذي كان غطى فيه الحق، كسرهم. جيت لقيتهم كلهم عم يتوضوا، توضوا، قعدنا معهم شي ربع ساعة ثلث ساعة، سمعوا شوية كلام إمام. بعد ما سمعوا كلام الإمام قاموا صلوا سبحان الله، صلينا فيهم جماعة 2 ركعة، وصدقا سبحان الله أنا عم صلي فيهم إمام وسامع صوت بكاء خلفي. من ساعة وين كانوا؟ عم يشربوا. من ساعة كانوا عم يشربوا، هلأ وين صاروا؟ عم يبكوا. بعدين ساجدين راكعين قائمين، صلينا الوتر دعينا عم يدعو. فيا إخواني في الله، هذه قوة الحق. فهؤلاء الناس عندما أثرت فيهم دعوة موسى عليه السلام فدخلت إلى قلوبهم فخروا سجدا لله عز وجل. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، طبعا لأنه ما بيرضى الباطل يا إخواني في الله أنه اللي معه واللي حواليه آمنوا، ما بيمشي الحال. عشان هيك ود الذين كفروا، يعني ود عندهم حب أن تميلوا كل أهل الإيمان يبتعدوا عن الحق. لذلك تجد الإنسان إذا كان في بعد عن الدين وبعد عن مجالس الإيمان وما عم بيقدر يجي على مجالس الإيمان ويحضر مجالس الإيمان ويتحرك للدين، إذا شاف واحد عم بيتحرك للدين بغار منه وبيحاول قدر المستطاع يجيبه بكل الوسائل، ساعة بقول له شو بدك فيهم، ساعة بقول لك هول مش منيح، ساعة بقول لك هلأ بياخدوك، ساعة بقول له هلأ بضبوك، ساعة بقول لك هول هلأ بتصير متعصب، هلأ ما بتعرف تعيش. بدل يتكلم معه، ليش انت شو مضايقك بالموضوع؟ قال يعني هم كيف أدمى فيه يجيب معي ناس على الباطل وعلى الضلال. أما دعوة الحق مختلفة، جهدي كيف آتي بالناس معي إلى بيئة الإيمان. ففرعون عندما شاف السحرة اللي كان متأمل فيهم تأمل شديد، هؤلاء يؤمنوا بموسى ومعه، فعندها أعلن التعذيب. قال بعدما رأى إيمانهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قلنا يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى واليد اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين، لأنه ما بيستطيع الإنسان يعمل شيء إذا قطعت. ممكن يستخدم اليسار يعني بصير الإنسان ملتوي، يعني نوع من أنواع التعذيب الذي كان يستخدم في السابق وقد يستخدم في هذا الزمن. فطبعا سيدنا موسى عليه السلام في هذه الفترة ترك فرعون ومن معه
وأخذ من آمن ممن بقي لم يناله العذاب وابتعد عن فرعون. طبعا يا إخواني في الله كثير من الناس بتظن أنه بعد هالحادثة اللي صارت مباشرة هرب سيدنا موسى ومعه لحقوا فرعون، ضرب موسى البحر بالعصا وانشق البحر، دخل فرعون أغلق عليهم البحر، هلك فرعون. لا، بين هاي الحادثة اللي صارت حادثة السحرة مع موسى عليه السلام وبين حادثة هلك فرعون هنالك عدة أمور حصلت. أولا قالوا له لفرعون الأتباع اللي معه، بدك تترك موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض؟ لأنه شافوا بعيون أنه موسى عليه السلام عم بأثر بالناس. ودائما يا أخواني في الله أغلب جهود الباطل سببها المحرضين والماكرين، الملأ، الله يفتح عليك، لأنهم بخافوا يروح ملك وقوتهم في الأرض، فهن اللي بحرضوا. وهذا يا إخواني في الله من ذلك الزمان إلى هذا الزمان يوجد أناس موجودة ومزروعة بين الناس، بين الملتزمين، بين المسلمين، همهم تحريض الرؤوس على هؤلاء الناس. فرعون خاف من موسى، تركه مع أنه كان سبب بإيمان كل السحرة، تركه راح موسى. أما رجعوا الحاشي اللي حواليه يقولوا له ستذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض؟ أم أخذتوا العزة؟ قال أبدا، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وهنا يا أخواني مسألة كثير مهمة رجاء نركز عليها. إجا سيدنا موسى عليه السلام وصار اللقاء بينه وبين السحرة، آمن السحرة، ترك موسى فرعون. كم سنة ما بين هذا اللقاء وما بين هلاك فرعون؟ حدا بيعرف؟ 40 سنة. 40 سنة سيدنا موسى موجود، وأربعين سنة بهالأربعين سنة شو عم بيصير؟ موسى فرعون شو عم يعمل؟ عم بذبح الأبناء ويستحيي النساء، يستحيي أن يستبقي. تعرف أكثر ما يغيظ الرجل أن يرى زوجته أسرت عند أحد وهو ابتعد عنها بحرك عنده الرجولة، وابنه ذبح. المؤمنين الجدد مع موسى شو قالوا له لموسى؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ورجاء بدي ارجع عيد نركز بهالكلام، وخلينا نسقط الآن على واقعنا وعلى عم بيصير معنا وشغلنا الدعوي والعملي. قالوا له لموسى أنت قبل ما تجي، بس كنت بمدين وكنت صغير، فرعون كان عم بقتل الأولاد ويخلي النسوان ويستعبد الرجال، جيت على أساس أنك أنت نبي ورسول وجايب برسالة عظيمة وجاي تقولنا أنك أنت المخلص. يعني هذا ما نحوله لكلام عام اللي نفهمه. حضرتك جيت أنت المخلص، لا معك مصاري ولا معك سلاح ولا معك جيوش ولا معك قوة، بل بالعكس بس جيت فرعون دل عم بيقتل بولادنا ويستحيي نسائنا وبل زاد، في مجال تقولنا حضرتك شو عملت؟ هاي 40 سنة نحن معك هو عم بيقتلنا، شو عملت؟ هذا يا إخواني في الله اندل على شيء يدل على أن الناس يقينهم في ذلك الزمان وهذا الزمان على الأسباب والماديات. كيف بهذا الزمان الناس بتقول مثل كلام بني إسرائيل، بس نجي نتحرك للدين ونقول للناس تعوا على المساجد وحركوا الإيمان في قلوبكم واشتغلوا على تربية القلوب أول شيء وتظبيط البيوت وعملوا حلقات تعليم بالبيوت واجتهدوا على نسائكم وأولادكم، فبيجي بعض الشباب المتعاطفين العوام اللي ما عندهم فقه قصص الأنبياء وفقه السيرة شو بيقولوا؟ يا مشايخ الله يزيك دعوتكم شو عملت؟ جهدكم الدعوي شو عمل؟ ما قبل ما يكون في دعوة كانت الملوك والظالمين يقتلوا بالناس ويستعبدوا النساء ويذلوا الأطفال إلى غير ذلك، أنتوا شو عملتوا؟ شو غيرتوا؟ وين جيوشكم؟ وين الأسلحة اللي معكم؟ وين الأموال اللي معكم؟ يقين الناس في ذلك الزمان وهذا الزمان إلى قيام الساعة كثير من الناس على الماديات. لذلك الله تعالى قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. موسى عليه السلام
كما قلنا وأعيد كرر ما كان في معه بجيبته سكينه، سكينه ما كانش موجود مع موسى عليه السلام. وما رأينا ولا آية في القرآن الكريم، ولا آية في القرآن الكريم ولا حديث روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترتيب موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام طلب من الناس أن تتوجه للماديات حتى يزيل فرعون. وقلنا يا إخواني في الله سابقا نعيد ونكرر أن فرعون في ذلك الزمان هو صورة متكررة إلى قيام الساعة، دائما في فراعنه. فرعون مش اسمه، فرعون هو اسم لكل ملك ظلم الناس، والفراعنة تتكرر إلى قيام الساعة. في بها الزمن فراعنة ولا ما في فراعنة؟ هي فراعنة، ويظلمون ويقتلون ويشردون ويستحيون النساء موجودين الآن. يا ربي ماذا تريد منا من قصة موسى؟ الله تعالى يريد منا أن نعلم كيف زوال هؤلاء الفراعنة. كيف؟ الآن عقولنا لو نحن ما نعرف قصة موسى عليه السلام بتقول، واحد بيقول شيخ سلاح، ثاني بيقول شيخ أموال، ثالث بيقول شيخ جيوش، ورابع بيقول شيخ قوة، خامس بيقول شيخ الشهادات وعلم وتكنولوجيا. طبعا الإسلام ما جاء لينفي الأسباب، ديروا بالكم بين قوسين، الإسلام ما جاء لينفي الأسباب، ولكن الأسباب في الإسلام بسيطة يعني ثانوية تأتي بعد عمل أساسي. عشان هيك الله تعالى عندما ذكر الإعداد قال وأعد لهم ما قد ما أقدر قد ما أقدر. غير هيك شو مطلوب منك؟ أعلى المستويات تحققها بالدين. طيب هات نشوف يا موسى، يا موسى شو اللي عملته مع بني إسرائيل حتى راح فرعون؟ قالوا أوذينا، رجعوا سورة الأعراف آية 136 137 هالآيات، رجعوهم شو صفحة كاملة. قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شو قال لهم؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ويا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. شو أول شيء علمونا إياه؟ الصفة الأولى اليقين بالله، اليقين بالله أول شيء علمونا إياه موسى عليه السلام، اليقين بالله. يجي اليوم تعلم الصفات، تعلم اليقين، تعلم الدين، يا عمي ما عندكم إلا كذا كلام، والله ما عندنا غيره، ولا مستعدين نجيب غيره، ولا بدنا نتكلم بغيره، لن نتكلم ليلا ونهارا وصباحا ومساء إلا عن الله، ولن نجتهد على قلوبنا وقلوب الخلق والعباد إلا حتى تتعلق بالله. بس ما عندنا الكلام غيره، ما عندنا غيره، لأنه الكلام ما بيجي بيوم ويومين، هالكلام يحتاج لترسيخ دائما مرارا تكرارا. قيل لأحد العلماء كيف استشعر كلام الإيمان؟ كيف استشعر لذة الإيمان؟ كيف اتذوق حلاوة الإيمان؟ هذه الحلاوة اللي محروم منها كثير من المسلمين اليوم، حلاوة. كيف اليوم بتجيب العسل له حلاوة له طعمة؟ طب شيخ ما عم بتذوق حلاوة الإيمان، ما عم حس بحلاوة. قال العلماء حتى تتذوق حلاوة الإيمان لابد أن تسمع مرارا وتكرارا، وأن تتكلم مرارا وتكرارا عن الله، مرارا وتكرارا عن الله كل يوم. لذلك بخروج في سبيل الله، بس نخرج من أحد الأحباب مجالس يقولوا يجلسوا يتكلموا لو خمس دقائق بس عن الله، بس احكي لي عن الله وأنا بسمع منك عن الله. نطلع عند الناس نتكلم عن الله ومنسمع عن الله، منزور الناس ببيوتها نتكلم عن الله ومنسمع عن الله، بالجولات مع الناس نتكلم عن الله. قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. تحقيق الإيمان واليقين والتوكل على الله. طيب في شيء ثاني اجتهد عليه موسى مع قومه؟ نعم. قال يا قومي وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون، الله يقول أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة أي صفة؟ صفة ثانية، اجتهدوا على تحقيق حقيقة الصلاة. لذلك نحن أكثر شيء نجتهد عليه بعد تحقيق الصفة الأولى اليقين بالله، بعدين الصلاة ذات الخشوع والخضوع. كيف صلاتنا أخواني في الله؟ كيف صلاتنا؟ الله أنا أولكم، كيف صلاتنا؟ الله يرحمنا، الله يعفي عنا، والله صلاتنا مبكية، صلاتنا تبكي،
صلاة 99 ما عم كون مبالغ 99% من الأمة ما فيها خشوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال أول ما يرفع من الأمة شو؟ الخشوع. أول شيء يرتفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تكاد ترى فيها خاشع. شو طب شيخ شو قلنا؟ أعطينا تعريف الخشوع. أقل مستوى من مستويات الخشوع، تعرفوا شو هو؟ أقل مستوى من مستويات الخشوع قال أن تقوم بالأذكار المسنونة كاملة في الصلاة، يعني إذا ركعت أن تقول كاملا سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات. هذا تحت ما في خشوع. ما عم نتكلم الآن فرض وسنة، لأنه هيدي المصطلحات اليوم خربت على الأمة. إذا واحد قال شيخ التثليث شو حكمه؟ تثليث الذكر، فقال له الشيخ سنة. سنة يعني تمام، يعني ما راح يبزوط معي دار الخشوع حبيبي. مش هيك، هذه الأحكام مش لأمتى ما كانت تستخدم. واحد فاته نسي نام عن صلاة لم يجد إلا دقائق قليلة لدخول الوقت الصلاة الأخرى، بنقول له صلي واذكر في ركوعك تسبيحة واحدة، في سجودك تسبيحة، بتصح صلاتك بس حتى تلحق الصلاة الأخرى، مش حتى تصير كل صلواتي الله أكبر سمع الله ولمن حمده الله أكبر كنقر الديك، قال عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة يا أخواني في الله أقل مستوى من الخشوع إنك تجيب الأذكار الرئيسية، تجيب الأذكار المسنونة، إنك تقرأ دعاء الاستفتاح. كم واحد من الأمة وهدول سبحان الله بالخروج ببينوا معنا، بخرج معه بنتعلم بنذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبقول شيخ شو دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح بتستفتح فيه صلاتك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات سبحانك اللهم وبحمدك. كم من الأمة ما بتحفظ الدعاء؟ كم من الأمة يا إخواني في الله لا تدري ما السنة في أن تقول ما بين الجلسة والجلسة، السجدة والسجدة، الجلسة ما بين السجدتين، الدعاء بعد التحيات. إن أقل مستويات الخشوع إنك تجيب هول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد، ثلاث مرات في السجدة الثانية، هذه أقل مستويات الخشوع. كم بس مش هتكلم بحقيقة الخشوع ومستويات الخشوع ودرجات الخشوع، أن تذكر الله ولا تذكر سواه، كلام اللي بنسمعه دائما، أن تذكر الله ولا تذكر سواه. مين منا كلنا سوا مين بالصلاة قال الله أكبر يذكر الله ولا يذكر سواه؟ لا يذكر سواه، لا مرة لا ولد لا شغل لا تجارة لا مصلحة ولا شيء. كيف تعرف هذا الأمر؟ الآن بعد صلاة المغرب اذكر إيش قرأ عبد الكريم في الصلاة، شو اللي قرأه في صلاة المغرب أو في العشاء. بعد ذلك ربع ساعة تروح البيت وشو قرأنا في العشاء؟ لأنه أنا أصلا منسيت، أنا أصلا أنا بالصلاة مش عارف شو الأشياء اللي قرأت، ما كنت مع الإمام وهو يقرأ. فلذلك إخواني في الله عندما نقول أساس الدين، لب الدين، عمود الدين، رأس الدين مضروب في الأمة، فجينا نسأل عن أشياء أخرى كيف نحقق النصر والعز والتمكين. فسيدنا موسى كان يجتهد على بني إسرائيل، بدكم تزيلوا فرعون، بدكم يروح الذل عنكم، معاش يذبح أبنائكم ولا يستحيي نسائكم ولا يستعبد رجالكم، قالوا نعم، قال اجعلوا بيوتكم قبلة، هذه الثانية، وأقيموا الصلاة. قيموا الصلاة هلأ صفة ثانية. طب شو يعني اجعلوا بيوتكم قبلة؟ ها؟ يعني البيت يصير مثل المسجد. هل المصيبة الثالثة في الأمة اليوم؟ شوفوا الشغلات اللي اجتهد عليهم موسى على بني إسرائيل، والشغلات اللي نحن بجهدنا بنسهل فيهم على الناس. أول شيء تعليم الصف الأولى اليقين، بعدين الصلاة ذات خشوع وخضوع، بعدين علم وذكر، والعلم حلقتين تعليم، حلقة في البيت وحلقة في المسجد. اجعلوا بيوتكم قبلة. اليوم كيف بيوت المسلمين؟ دائما من نضرب هالمثال ومنكرر، شو نقول؟ خنجر في ظهر المسجد. جيت على المسجد، سمعت كلام الإيمان، تحرك عندك الإيمانيات، رحت على البيت، ما في بيت إيمان. المرأة بتحيك بالدنيا، الولد بالدنيا، المفسد يوم بالبيت بالدنيا، الإنترنت دنيا، كل دنيا. يعني ما بتلحق، شو بتقعد تعمل معك ساعة هذا التعليم؟ ما بتلحق، يطلع لك شوية إيمانيات، تيجي بالبيت صواريخ صواريخ صواريخ، تنسف أساسا للإيمانيات اللي جبتهم. أما اللي بروح على البيت بتقول له المرأة يلا وين حق التعليم؟ يلا هاي رياض صالحين، عاد شو سمعت اليوم بالتعليم؟ عاد يبين لنا يا فلان ويعلم. فقعد هو راح على البيت، قعد هالمرة والأولاد، عمل له كمان نص ساعة تانية في البيت.
بعدين بعد التعليم قاعد يتعلم انه لو بطعامه وشرابه على السنه ومنامه على السنه وحكه مع اولاده على السنه والتلفزيون ما له مكانه في البيت ولا الاشياء اللي تنقص الايمان الى مكانه في البيت فصار بيتي قبله. يا اخواني بتعرفوا انه 11 سنه النبي صلى الله عليه وسلم عم برب الصحابه بمكه بلا مسجد؟ في مسجد كان بمكه؟ وين تربى ابو بكر؟ وين تربى عمر؟ وين تربى طلحه؟ وين تربى الزبير؟ وين تربى علي؟ وين تربى زيد واسامه؟ دلوني على مسجد بمكه، ما في مسجد. اليوم بقول لك شيخ مسجد الفرقان بعيد عنا يا خي، ما اقدر نيجي نسمع كلام الايمان. طب وين بيوتنا؟ ليش صرت اذا بدي اعلم ابني بدي ابعته على ازهر ولا على معهد شرعي ولا ليش ما البيوت تخرج؟ وين علماء الصحابه تخرجوا؟ شو هو المعهد الشرعي اللي كان بمكه؟ شو هو المعهد الإسلامي والأزهر ولا الكلية الشرعية اللي كانت في مكة ولا في المدينة؟ ما كان في بيوتهم قبلة، كما أن المساجد قبلة كانت البيوت قبلة. البيوت يتربى فيها الأولاد على الدين والإسلام والالتزام، يتخرج الولد مؤمن كما أنه تخرج من كلية شرعية. فلان إيش شغلنا حتى نحقق الإيمان يا شباب؟ وده إلا كلام. والله لو كل يوم تجي تسمع كلام الإيمان بالمسجد وبيتك مضروب في الإيمان على الفاضي، على الفاضي لو كل يوم. ها وهذا يعني نحن يمكن كمشايخ نسمع عن هذا مرارا. يجي كتير ناس بتشتكي، واحد بقول لي شيخ أنا عندي مش لهون مش لهون، تجي بتجمع كل المشاكل بتفتش على سبب واحد جمع كل هالمشاكل، لأنه فيش إيمانيات بالبيوت، ما في إيمان في البيوت. وما في إيمان في البيوت دائما نحن بسمع الكلام شو بيعملوا الرجال تغرب، هي الله يعمل ويساوي، هي اللي كذا وهي دغري بلاقي الفرصة اللي يحطها على المرأة. أما أقول أنا ما عندي استعداد، أنا بيجي بس بعصب على أكلي وعلى شربي وعلى اتيابي مكويين ولا مش مكويين. طب هي وحضرتك أنت شو عم تعمل في البيت؟ علماء يقولوا حلقة التعليم في البيت أساسها الرجل، هو يقيمها في البيت، هو يعلم أهله ويعلم زوجته ويعلم أولاده. هكذا كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول ما يرجعوا للبيوت يقيموا حلقات التعليم في البيوت. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب هذا العلم والذكر إذا أقيم في بيتك فتصبح البيوت مراكز إسلامية. إذا صارت يا أخواني في الله مجتمعاتنا هيك، صاروا متيقنين بالله، متوكلين على الله، مؤمنين بالله، وصاروا عندهم حسن اتصال بالله. يعني زبطت صلاته، شيني زبطت صلاتهم، يعني الله أكبر، فتح الاتصال مباشرة، عبدي أنا معك الآن، بس هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اطلب اللي بدك إياه. اليوم يا أخواني في الله سمحوني أعلى الأمور وأبسط الأمور ما عارفين نطلبها. الصحابة بتعرفوا شو كان يطلبوا بالصلاة؟ الملح. كان أحدهم يطلب الملح من الله في الصلاة، كان ملح، ما كان تزبط معه أنه يدق باب جاره يقول أعطيني ملح. شو فيها الملح؟ ما فيها شيء. الملح والماء قال العلماء هذا أرخص الأمور. قال الملح لا يطلبه من أحد، أنا عندي ملك جل جلاله بطلب من أي أحد أي شيء، والله الرخيص والغالي واللي بيسوى واللي بيسواش والنفيس كله يطلب من الله عز وجل. إذا بدي ملح صلى ركعتين، إذا بدي نصر لأمة صلى ركعتين، بدي عزة وتمكين بأي شيء وصلى ركعتين. وذكرنا مرارا قصة أنس رضي الله تعالى عنه عندما جف بستانه فصلى فتوضأ وصلى ركعتين، وبعد ما صلى ركعتين قال لخادمه اذهب هل نزل الماء للبستان؟ فقال له لا. ما قال يا ربي صليت وين المي؟ فقال أنا الخطأ مني، مستحيل هذه الصلاة هذه الأداة تطرق فيها أبواب الملك، بينزل الماء. فرجع عاد الوضوء وعاد الصلاة، قال أنا كده أصرت بصلاتي. فصلى ركعتين، قال له يا خادم روح شوف المي نزلت؟ قال له والله ما نزلت. قال له أبدا مستحيل، أنا الموضوع عندي. عاد الوضوء عاد الصلاة، صلى ركعتين، بعد ما خلص قال له شوف المي نزلت؟ قال نعم نزل الماء. قال له بس شوف لي عشان ما نفكر لإلي هو يكون ماء عام، هذا الماء نزل لكل المسلمين ولا بس إلي؟ قال والله يا أنس لم يجاوز بستانك شبرا واحدا. الغيمة جاي 100% مدروسة لبستان أنس، الله يجعلك زي سيدنا أنس يا أنس، مدروسة. نعم اليوم بتقول لأمي يا أخواني نظبط صلاتنا، نظبط بيوتنا، نظبط نساءنا، نظبط أولادنا، جاي تحكولنا بشي يا عمش عمولكم الناس عم تتقتل والمقدسات يعني تدنس وتنجس وأولاد تقتل ونساء تغتصب وجاي تحكوا لي بإقام الدين، جاي تحكوا لي بدون صلاتك. نعم ما عندنا غير هالكلام، هذا الكلام اللي جاء في موسى لأكبر ظالم على وجه الأرض، أكبر ظالم اليوم على وجه الأرض لم يصل لدرجة فرعون في التقتيل.
في ابن كثير يقول في يوم واحد ذبح 70,000 طفل. جيبوا لي واحد من زمن فرعون لليوم ذبح 70,000 طفل بيوم. 70,000 طفل بيوم حدا عملها؟ لسه ما حدا عملها. وشو عملت يا موسى لتزيل هالظلم الشديد؟ ما عملت غير هيك، حققنا الإيمان، ضبطنا لهم إيمانياتهم لبني إسرائيل، عملنا لهم بيوتهم قبلة، روحوا عملوا حلقات تعليم في البيوت وضبطوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. بس قال نعم. طيب شو النتيجة؟ عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا الحل، هذا الحل اللي عندي، ما عندي غير هذا الحل. فقام موسى عليه السلام بالجهد على بني إسرائيل بهذه الطريقة حتى حقق لهم المطلوب. في هذه الفترات يا إخواني في الله، موسى فرعون لعنه الله استكبر وأراد أن يعني يظهر ويري قومه أنه ذات قوة، فكان عنده وزير. شو اسم الوزير؟ هامان. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، ما عارف من هو الله جل جلاله، يريد أن يستكبر الله. وشوفوا يا إخواني كم رحمة الله عز وجل. قال له لهامان، هذا موسى شكله مش يفهم علينا، بدي اتحاور مع ربه، اعمل لي برج طويل، ابن لي صرحا، برج عالي عالي عالي، لعلي أبلغ الأسباب. شو الأسباب؟ هون بدل منها بيّنت معناها. قال أسباب السماوات، البواب التي تصل للسماوات. وظن أن السماء بعدم فقهه بعظمة ربه جل جلاله أن السماء تحيط بالله والعياذ بالله. فالله جل جلاله هو خالق الزمان وهو خالق المكان، لا يحده مكان ولا زمان. فقال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وقال كلمة عظيمة، قال وإني لأظنه كاذبا، يقصد بموسى عليه السلام، أظنه كاذبا أنه ليس له إله، ولكن خليني شوف، خليني أمشي مع الآخر طريق، أريد أن أصل إلى أسباب السماوات فأصل إلى إله موسى فأكلمه. ماذا يريد؟ أنا إله وهو إله والعياذ بالله. والله جل جلاله أحبتي في الله كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خالق السماوات السبع وما بينهما، وكما ورد في أحد الأحاديث أن السماء الواحدة ما بينها وبين السماء الثانية مسيرة الطير، خفقان الطير 500 عام. كيف 7 سماوات؟ كم بعدها؟ وسمك كل سماء 500 عام. قال والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كخاتم رحت على صحراء ورميته في الصحراء. الخاتم هو السماء الأولى والصحراء هو السماء الثانية، حجم أمام بعض. قال والسماء الأولى والثانية أمام الثالثة كخاتم ألقيته في صحراء، والأولى والثانية والثالثة بالنسبة للرابعة هكذا، وهكذا الخامسة والسادسة والسابعة. والسماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. وقال العلماء ما بين السماوات السبع وعرش الملك جل جلاله بحر، كذلك عرضه 500 عام. قال جل جلاله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الرحمن على العرش استوى، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، حتى لا يسأل أحد كيف استوى، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وضلالة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كخلقه وليس يشبهه أحد من خلقه جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بآيات الله جل جلاله كما جاءت عن ربنا جل جلاله وكما جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا الصعلوق القزم فرعون يقول لعلي أبلغ السماوات أسباب السماء فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طلع هو الكاذب، بني له الصرح وجمع كل الناس عنده في المملكة وبلش يطلع، بلش ينادي. يا إخواني في الله شوفوا كم رحمة الله عز وجل. أليس الله جل لو شاء لأرسل جندي من جنود ريح بس، فقذفت به يعني هذا الصرح فوقع فمات. الله تركه ينادي يا إله موسى أين أنت يا إله موسى أين أنت يا إله موسى، فنزل وقال هذا كاذب ما فيش عنده إله، لو في إله كان كلمني. أرسل موسى عليه السلام رسالة إلى فرعون، قال له شوف
إذا لا تؤمن فالله جل جلاله سينزل عليك العذاب. ده كله قبل شو؟ قبل قصة البحر، دول لازم نعرفهم. ففرعون قال لموسى إذا كنت صادق خلي ربك يجيب العذاب، خلي يجيب العذاب. فبدأ الله جل جلاله، طبعا كل هذا إخواني في الله من رحمة الله، كم ربنا جل جلاله صبر على أذى سمعه من الناس. من صفات الله جل جلاله الصبور، والله جل جلاله من بعض صفاته يريدك أن تأخذ من صفاته، صفاتك أيها المؤمن. اليوم نحن حتى كدعاة إلى الله ما بنصبر على العصاة يا إخواني في الله، ما بنصبر على العصاة. كم ربنا صبر على فرعون، هلا هتشوفوا كم ربنا صبر على فرعون من خلال القصة لما نقول الآن. بدأ ربنا جل جلاله أولا بأول نوع من أنواع العذاب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. شو يعني سنين؟ السنين نوع من أنواع الجدب والقحط. بلشت الأرض تجف، وبلش المطر يقل، وبلشت الأرض تتشقق، وبدأت المياه تقل، وبدأت الناس تعطش، والنباتات تموت. هي أول نوع من أنواع العذاب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. تبعها مباشرة ونقص من الثمرات، فصارت الشجرة كانت تطلع صناديق، صارت تطلع حب وحبتين، بساتين كانت تطلع مئات يعني الصناديق من الثمار، صارت تطلع حب وحبتين. ومصر معروفة بما فيها من مياه وبما فيها من ثمار، فبدأ أول نوع من أنواع العذاب نقص بالمياه ونقص بالثمرات. ويا أخواني ليش ربنا ذكرها في القرآن الكريم؟ حتى بس يقل الشتاء وبس تصير كونين مثل الربيع والخريف نعرف أنه هذه رسالة من الله. هلأ أنتم نحن بعدنا هلأ بيجي رسالة شوي شوي. هلأ هذا الكانون خاص الكبار، سألوا لي الكبار مثل كونين من 20 و30 و40 سنة يا حاج، شو رأيكم؟ ها؟ نفس الشيء؟ هذه الدراسات تقول في تصحر الآن، كل كم سنة عم بتزيد نسبة الحرارة شوي. طب يا ربي شو السبب؟ قال الأوزون وما الأوزون والله تعالى قال لنا الحل في القرآن الكريم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يا عم ارجعوا إلى الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بتنزل السماء الماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذب، بعد عن الحق، ما بدنا الحق، ما بدنا الإيمان، ما بدنا الدين، ما بدي اتعب للدين، اتحرك للدين. طب خذ هاي النتيجة، هاي نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. ما في شيء بالقرآن إلا واضح يا أخواني في الله، ما بحاجة لنجيب كتير محللين يقعدوا يحللوا شو عم بصير بالدنيا وليش نسبة المي السنة نزلت والسنة الماضية كانت أحسن وعم بتقل الثمرات وعم بتقل البركات من الأرض. الأمر واضح في القرآن الكريم، نقص بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ارجعوا، فرعون استكبر وفراعنة هذا الزمان استكبروا، وللأسف كثير من المسلمين كذلك استكبروا. طب شيخ بتقول لي الناس كل لك أنا شو خصني؟ إذا نزل البلاء يعم الصالح والطالح. دخل عليه الصلاة والسلام على زينب بن جحش كما في البخاري ومسلم، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. والله عم صلي يا شيخ، والله الحمد لله محجب المرأة، والله الحمد لله عم صوم، أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم، بيجي البلاء علينا وبصيبنا نحن قلة المياه وعدم البركة، وأنا صالح يا شيخ الحمد لله بقرأ قرآن وملتزم بالدين وما بعمل شغل صغير ولا كبير إلا بسأل عنا، بجوز هاي ولا ما بجوز هاي؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا نزل العذاب، نزل العذاب بطم الصالح والطالح. طب شو العمل؟ قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء. الوحيدين اللي الله بنجيهم إذا نزل العذاب الذين يجتهدون في جهد الإصلاح، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذين ظلموا؟ قال علماء في التفسير اللي كانوا يعملوا المعاصي واللي كانوا ساكتين عن المعاصي، اللي كانوا ساكتين نفس الشيء. ورد في حديث وإن كان في كلام وفي ضعف ولكن حسنوا بعض العلماء، قال الله تعالى لجبريل انزل ويعني اقلب بهذه القرية أهلها، فنزل جبريل ثم صعد قال يا رب فيهم عبدك واحد صالح بصلي ومنيح وآدم أهل الدين، كيف بدي اقلب هالقرية وهو فيهم؟
قال يا جبريل ابدأ به، ابدأ به. قال يا جبريل لم يتمعر وجهه مرة من أجلي ولا مرة غضب لأجلي، كان يشوف العصاة ويقول يستفلوا شو خصني شو بدي فيهم، لم يتمعر وجهه مرة واحدة من أجلي. كم امبارح رأينا معاصي من تمعر وجهه لله؟ امبارح كان يوم المعصية العالمي، أكثر يوم تشرب فيه خمور امبارح، أكثر يوم تسمع فيه الأغاني والموسيقى امبارح، أكثر فيه ترقص فيه، أكثر يوم ترقص فيه النساء امبارح، أكثر يوم يصير فيه اختلاط امبارح، أكثر فيه تسب العزة الإلهية امبارح. كم تمعر وجهك لله؟ قال الله لجبريل يا جبريل به فابدأ. يا ربي ليش؟ قال إنه لم يتمعر وجهه مرة من أجلي. إجت السنين، إجى النقص بالثمرات ما بدن. بعدين الله جل جلاله بيّن، قال فأرسلنا عليهم، شوف هول متتالي وراء بعضهم، أول شيء السنين، بعد النقص من الثمرات، بعدين أرسلنا عليهم الطوفان، طاف النيل في مصر، وبدأت الناس تغرق بالمياه، فصار الرجل منهم يبقى واقفا، لأنه إذا جلس بده يموت ما بيستطيع يجلس، يبقى واقفا، وطمت كل المزروعات. وقيل في بعض الأثار أن المياه دخلت إلى قصر فرعون وبدأت المياه ترتفع. شو صار هون؟ شو عمل فرعون؟ راح عند موسى. شوف كيف بوقت الشدة، شو قلنا الكافر اسمه؟ ساتر. بس جوا شو فيه؟ فطرة. الفطرة شو بتعرف؟ الحق. بس شاف المي دخلت لعنده، شو راح عند فرعون؟ قال له أدعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. سورة الأعراف. فرعون اللي كان عم يستكبر قال له يا موسى على السريع ادعو ادعو، قل له قل له خلص خلص توبنا توبنا، قل له يا ربك إذا برجع المي زي ما كانت والله لن نمشي معك وراك، وكذلك لن نمشي معك بني إسرائيل. هون يا إخواني في الله بدي أسألكم سؤال، ركزوا على النقطة. أنت تكون محل موسى، ماشي، صار مئات الآلاف من الأطفال مدبحون، ومئات الأطفال من النساء مستحيون مستعبد الرجال، ووصل العذاب على باب بيته، إلك قلب تدعي له؟ الله لا يردك إن شاء الله بتغرق بال... شو أدعي لك؟ أنا أدعي لك؟ أنا عن نفسي ما بقدر، عم بحكيكم مش عم بحكي أنا الكلام الشيخ عم ترس، لا أنا ما بقدر أعمل هيك، بس الله تعالى قال لو أنتم تقدروا لازم تفقهوا فقه الرحمة، فقه رحمة الأنبياء. موسى بالأثر راح يدعي لهم، رفع يديه ومش عم يدعي لهم يا ربي، بس يعني من قلبه يا ربي ارفع عنهم العذاب عسى أن يتبعوني، خيفان على فرعون لكن مقتل ومدبح ومساوى ومش مخلى شيء عاله، خيفان على فرعون وقعد يدعي له. طب شوفوا مش بس هيك، كم مرة دعاله؟ قال فأجاب وين الأعظم أن الله تعالى كم صبر، قال فكشف الله عنهم الطوفان. أول من كشف الطوفان قال لهم لفرعون، قال لهم لحوله أنا اللي دعيت، أنا اللي رفعت الماء، أنا بسببه رفعت الماء وراح الطوفان. هي موسى يطلع بفرعون، أنا اللي دعيت، أنت جيت لعندي تقول لي أنا أدعو لي ربك بما عهد عندك. بس كفر فرعون ومن معه، أنزل ربنا تعالى أي أخرى، شو هي؟ أرسلنا عليهم الطوفان، بعدين أرسلنا الطوفان والجراد، لا مش الجراد، أرسلنا الطوفان والضفادع. الضفادع شو الضفادع؟ الضفادع يا إخواني في الله قال في التفسير كان كلما مدوا أيديهم إلى شيء من آنية الطعام، من ماء للشراب، من ثياب بالملابس بجيبته، يخرج لهم الضفادع في كل مكان، لا أستطاعوا يأكلوا ولا يشربوا، تنطط الضفادع على فرعون على اليمين وعن الشمال من أمام خلفه. هذا في القرآن في السنة الصحيحة، قال فانتشرت الضفادع. شوف جنود الله يا إخواني في الله، واللي بقول لك شو وين جيوشكم؟ شاهد تشغلوا لي بس أنه اتصل بالله وتعلق بالله، وين جيوش اللي بدنا نتصل فيها على أمي؟ ربنا تعالى إذا أراد الضفادع جيوش، الضفادع، الماء جيش، الضفدع جيش، القمل جيش، الدم جيش، وبلش نأخذ الضفادع ولا عرفوا بني إسرائيل يعملوا شيء، ولا الأقباط ولا قوم فرعون. كالعادة راح لوين؟ عند موسى. يا موسى شو يا موسى؟ ما على أساس أنت اللي رفعت الماء، ما قل له إيه معناك الضفادع، ارفع عن ضفادع عن قومك. يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. خذهم كل إنسان وبديش إني. شوف موسى عليه السلام راح يدعي، يا الله
يا ربي خلص يا ربي سمح يا ربي سمحهم يا ربي ارفع عنهم الضفادع. فالله تعالى حليم رحيم رفع عنهم الضفادع. شو عمل فرعون؟ قال أنا الإله الذي رفعت عنكم الضفادع. نفس الحالة. فالله جل جلاله أرسل عليهم آية أخرى قال والقمل. إيش القمل؟ القمل شو القمل؟ لا لا القمل غير القمل. الأمل الأمل معروف نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل داء وبلاء. القمل بتجديد الميم هو نوع من أنواع الحشرات تدخل إلى الثمرات الخضار والفواكه فلا تستطيع أن تأكل منها شيء. ومعروفين اللي بيشتغلوا بالزراعة يعني مثل نوع من أنواع السوسي برشوها برش المبيدات حتى لا تدخل هذه الحشرة في هذه النباتات والخضار والفواكه فلا يستطيع أحد أن يأكل شيء. أرسلنا عليهم الطوفان والضفادع والقمل. القمل انتشر بين كل أنواع المزروعات فلا يستطيع لا الحيوانات تأكل فبدأت تموت الحيوانات والنباتات ماتت فلا يأكل بنو إسرائيل والأقباط وفرعون وقوم فرعون لا نباتات ولا حيوانات. نفس الأمر يا أخواني ذهب إليه وقال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يا عمي إذا مرة منقبلها منبلعها مو نخلي نبي ثلاث مرات لا أو أربع مرات. بعد بنفس الأمر دعا موسى ربه ارتفع عنهم العذاب جاء فرعون وقال رفعت العذاب. فالله تعالى أرسل آخر آية ما كانت الآية هذه والدم. الدم إيش الدم؟ قال كانوا إذا أرادوا أن يأكلوا أي شيء أو يشربوا أي شيء يتحول مباشرة إلى دم. يحمل الماء عطشان يلا بدي يشرب مي تحول لدم فما يستطيع يكمل يخرج الدم. بني إسرائيل اللي مع موسى يشربوا الماء ماء يمسك الماء ماء. قال في الروايات في تفسير ابن كثير والقرطبي قال كانت الواحدة منهم تذهب إلى المرأة من بني إسرائيل فتقول لها تمسك الماء بتشربيها خلاص ماتوا أي طريقة بتشربيها ثم تمجيها من فمك إلى فمي. قالت فتأخذها المرأة من بني إسرائيل لأن كانوا يشتغلوا عندهم ثم تضع فمها حتى تعطيها الماء فينتقل من فيها إلى في المرأة القبطية من قوم فرعون إلى دم. يوم خلاص يجب يموتوا. فذهب موسى إلى فرعون وقال له ذهب فرعون إلى موسى وقال له ادع لنا ربك خلاص نحن تبنا بما عهد عندك. مع كل هذا يا إخواني في الله وموسى إيش يعمل؟ يدعو الله جل وعلا. كيف انتهى الحال بين موسى وفرعون؟ إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية نكمل ذلك الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.